عمالقة الطواحين، تاريخ حافل بالإنجازات وخيبات الأمل. منتخب هولندا لكرة القدم، المعروف كمان باسم البرتقالي، له تاريخ طويل مليان بالنجاحات والفشل. من أول ما بدأوا يلعبوا كرة القدم على المستوى الدولي، كانوا دايماً من الفرق اللي بتلفت الأنظار. اشتهر أسلوبهم الهجومي الرائع ولاعبيهم المذهلين اللي أبهرونا. لاعبين زي يوهان كرويف، ماركو فان باستن ودينيس بيركام، كلهم كانوا نجوم ساطعة في سماء الكرة العالمية. فاز منتخب هولندا ببطولة أمم أوروبا سنة 1988، وكان ده إنجاز كبير ليهم. الفوز ده كان بفضل مجموعة من اللاعبين المميزين والمدرب الرائع رينوس ميشيلز. ووصلوا لنهائي كأس العالم ثلاث مرات، في 1974 و 1978 و 2000 أثر. في كل مرة كانوا قريبين جدا من الفوز، لكن الحظ ما كانش معاهم. لكن للأسف، الحقيقة بتقول إن الطواحين ما زاقوش طعم الفوز باللقب العالمي أبدا. في أليتسيوانا باربر تسابي خسروا أمام ألمانيا الغربية، وفي أليتسيوانا تسامي متسابين خسروا أمام الأرجنتين، وفي 2010 خسروا أمام إسبانيا. ليه يا ترى؟ ليه الفريق ده دايما بيخسر في المباريات النهائية؟ هل هو سوء حظ؟ ولا في أسباب تانية؟ خلينا نرجع لتاريخ البرتقالي ونكتشف أسراره. هنشوف إزاي الفريق ده قدر يحقق إنجازات كبيرة، وإزاي برضو واجه صعوبات وتحديات. هنحاول نفهم الأسباب اللي خلتهم ما يقدروش يحققوا اللقب العالمي، ونتعلم من تاريخهم العريق. لعنة النهائيات، ذكريات مرة من الأرجنتين وإسبانيا. النهائيات هي اللحظات التي تصنع فيها الأساطير، ولكنها أيضاً قد تكون مصدراً للألم والخيبة. ما ينفعش نتكلم عن إخفاقات منتخب هولندا من غير ما نذكر نهائي كأس العالم 1974. في هذا العام، كان المنتخب الهولندي في قمة تألقه. في البطولة دي، أذهل الطواحين بقيادة الأسطورة يوهان كرويف العالم بأسلوبهم الهجومي الساحر، حيث قدموا كرة قدم شاملة وممتعة. لكنهم خسروا في النهائي قدام ألمانيا الغربية بهدفين لهدف. كانت مباراة مثيرة، لكن الحظ لم يكن بجانب الهولنديين. وتكرر نفس السيناريو المحزن بعدها بأربع سنين في الأرجنتين، لما خسر البرتقالي النهائي تاني قدام أصحاب الأرض. كانت الأجواء مشحونة والتوتر في أوجه. وفي 2010 كان حلم هولندا قريب أوي يتحقق في جنوب أفريقيا بعد مشوار رائع في البطولة. لكن رأسية إنيستا القاتلة في الوقت الإضافي خلت إسبانيا تفوز بأول لقب عالمي ليها، وحرمت البرتقالي من الفرحة. كانت لحظة تاريخية لإسبانيا، لكنها كانت مريرة لهولندا. هذه الذكريات تظل محفورة في أذهان عشاق كرة القدم. ما وراء الكواليس، تحليل لأسباب الإخفاق الهولندي. في هذا التقرير سنستعرض الأسباب المتعددة التي أدت إلى فشل المنتخب الهولندي في تحقيق الألقاب الكبرى. في تفسيرات كتير ليه منتخب هولندا دايماً بيخسر في المباريات النهائية، ناس بتقول ليه حظ وحش، وناس بتشوف إن الضغط النفسي هو السبب الرئيسي. الضغط النفسي بيأثر بشكل كبير على أداء اللاعبين، خصوصاً في اللحظات الحاسمة. الضغط النفسي مش بس بيأثر على الأداء البدني، لكن كمان بيأثر على القرارات اللي بياخدوها اللاعبين في الملعب. في كتير من الأحيان بنشوف اللاعبين بيعملوا أخطاء غير مبررة بسبب التوتر والضغط. في محللين بيقولوا إن الأسلوب الهجومي المفتوح اللي بيلعب بيه منتخب هولندا ممكن يكون سلاح ذو حدين، لأنه بيخليهم عرضة للهجمات المرتدة من الفرق المنافسة. الأسلوب ده بيحتاج لتوازن دقيق بين الهجوم والدفاع. الهجمات المرتدة بتكون خطيرة جداً على منتخب هولندا، لأنهم بيتركوا مساحات كبيرة في الدفاع لما بيهاجموا. الفرق المنافسة بتستغل المساحات دي بشكل فعال. وكمان، عدم الانضباط التكتيكي في بعض الأحيان بيكون له تأثير سلبي على أداء الفريق. الانضباط التكتيكي مهم جداً للحفاظ على توازن الفريق في الملعب.
والأخطاء الفردية للاعبين في اللحظات المهمة بتكون قاتلة. الأخطاء دي ممكن تكون نتيجة للضغط النفسي أو نقص التركيز. كل دي عوامل ساهمت في ضياع حلم البرتقالي في الفوز بالألقاب. لكن بالرغم من كل ده، منتخب هولندا بيظل واحد من أقوى الفرق في العالم، ودايماً عندهم فرصة للعودة وتحقيق النجاح في المستقبل. نجوم ساطعة ومدربون أسطوريون، هل خانهم التوفيق؟ مر على منتخب هولندا عبر تاريخه نجوم كتير لامعة زي الأسطورة يوهان كرويف وماركو فان باستن ورود خوليت ودينيس بيركامب وأريين روبن وفيرجيل فان دايك، وكمان دربهم مدربين كبار زي رينوس ميتشيلز وغوس هيدينك ولويس فان جال. ومع ذلك البرتقالي ما قدرش يفك عقدة النهائيات، فهل فعلا الحظ ما كانش حليفهم؟ لعنة الكرويف، هل هي حقيقية أم مجرد خرافة؟ بعض الناس بتقول إن في لعنة كرويف وإن هي السبب في إخفاقات منتخب هولندا. فبعد ما رفض كرويف المشاركة في كأس العالم L2 سنة 1988 لأسباب سياسية وشخصية، البرتقالي ما فازش باللقب العالمي أبداً. طبعاً ده مجرد كلام، لكنه بيبين مدى تأثير الأسطورة كرويف على الشعب الهولندي. مستقبل باهر أم تكرار للأخطاء؟ منتخب هولندا حالياً بيمر بمرحلة تغيير مع جيل جديد من اللاعبين الموهوبين، والسؤال المهم، هل هيقدروا يحققوا اللي فشل فيه اللي قبلهم؟ ولا البرتقالي هيستمر في نفس الطريق ويكرر نفس الأخطاء؟ نصائح ذهبية للطواحين، كيف تصعدون منصة التتويج؟ علشان منتخب هولندا يرجع لمنصات التتويج تاني، لازم يركز على النقاط دي. بناء فريق قوي بيجمع بين الخبرة والشباب، تطوير الجانب الذهني والنفسي للاعبين، الالتزام بالانضباط التكتيكي والتركيز في اللحظات المهمة، التعلم من أخطاء الماضي والاستفادة منها. الكلمة الأخيرة، الأمل يظل قائماً رغم كل الإخفاقات. جمهور هولندا لسه عنده أمل يشوف منتخب بلده رافع كأس العالم في يوم من الأيام. البرتقالي عنده كل مقومات النجاح والفوز بالألقاب، لكن لازم يتعلم من أخطائه ويستمد القوة من عزيمته وإصراره علشان يحقق حلم جمهوره.